بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كنت ترغبين أن تبدو بشرة وجهك أصغر سنا مشدودة، وتبحثين عن وصفات طبيعية سريعة من مطبخك وأكيدة لتفتيح البشرة، خاصة إذا كانت عندك أي مناسبة أو أثرت أشعة الشمس على بشرتك، أو لاحظت ظهور بقع بنية أو اسمرار أو تصبغات، أو لاحظت ظهور بعض التجاعيد حول العيون أو حول الفم أو على الجبين أو على الرقبة، الحل يكمن في أفضل مكون طبيعي آمن لتفتيح بشرتك، وهو بقايا الأرز أو الأرز المسلوق. إذا قمت بتحضير أي طبخة بالأرز المسلوق، وينصح هنا بأخذ الأرز الكثير النشا، أي أرز متوفر عندك في البيت، نقوم بطهوه جيدا. فالأرز يحتوي على مركبات فينولية تعمل على الحد من الالتهابات واحمرار بشرتك واسمرارها، يحتوي كذلك على مضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة ومحاربة التجاعيد وشد بشرتك وترطيبها. أنصحك بعمل هذه الوصفات، لأن بهذا الفيديو وصفات كل وصفة تعتبر بديلة للوصفة الثانية، يعني هذا حسب المكونات المتواجدة عندك في مطبخك، تستخدمينها لثلاث مرات في الأسبوع، كما ويمكن استخدامها يوميا إذا كنت عروس أو لديك مناسبة هامة، وسوف تشعرين بالفرق بعد ربع ساعة فقط من استخدامك لهذه الوصفات. قلت استخدمي أي نوع وصفة من بين هذه الوصفات، هي صالحة لجميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها. نأخذ الأرز يكون مسلوق جيدا قلت، ونضعه في الخلاط الكهربائي. نأخذ الخلاط الكهربائي، إذا كان الخلاط الكهربائي غير متوفر يمكنك عمل هذه الوصفة بالطاحونة اليدوية، ثم نقوم بتصفية الخليط، ثم نضيف على الأرز نفس المقدار من الماء ونخلط جيدا المكونات مع بعضها البعض. إذا كانت في هذه الحالة، إذا كانت بشرتك من النوع الجاف، أنصحك بإضافة ملعقة طعام كبيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو زيت الأرغان أو زيت جوز هند أو أي نوع زيت يناسبك، حتى زيت الطعام أي زيت المطبخ زيت الذرة يمكن استخدامه. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية، أنصح بإضافة ملعقة من عصير الليمون لهذا الخليط عند مزجه، ونتحصل على حليب الأرز. يمكن استعمال هذا الحليب حتى على الشعر، ممتاز جدا حليب الأرز لتطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات. الوصفة سبق ووضعتها بقناتي، هي ممتازة لتطويل الشعر وبسرعة. نبدأ بأول خلطة، هي قلت لتفتيح البشرة وكل مشاكل البشرة، وكذلك لإزالة اسمرار أشعة الشمس. نأخذ ملعقة طعام من حليب الأرز ونضيف عليه ملعقة شاي صغيرة من نشا الذرة، أي الكورن فلاور أو بما تسمى بالميزينا. يمكن إضافة نشا البطاطا لهذه الوصفة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، وعلى بشرة نظيفة يجب تنظيف البشرة بالغسول المناسب. قناتي بها وصفات لغسول طبيعي رائعة ومناسبة لجميع أنواع البشرة، حتى إذا كانت بشرتك بها حبوب وأثار حب الشباب، القناة كذلك بها غسول رائع للبشرة التي بها حبوب وأثار حب الشباب.
نتركه لمدة فقط قلت ربع ساعة، وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ثم الماء البارد من أجل غلق المسامات. كذلك يجب ترطيب البشرة بواسطة المرطب المناسب لنوع بشرتك. هذه الوصفة آمنة للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر 5 سنوات. إذا كانت بشرتهم بها اسمرار من أشعة الشمس يمكن استخدام الوصفة لهم وبكل أمان. صلاحيتها تدوم لمدة 2 أسبوع في الثلاجة، وبعدها نقوم بتجديد الوصفة. بالنسبة لمن لا يناسبها نشاء الذرة يمكنها استخدام الوصفة الثانية، وكذلك هي رائعة. نحتاج لملعقة طعام كبيرة من 2 ملاعق طعام كبيرة من حليب الأرز، ونضيف عليه ملعقة شاي صغيرة من الترمس المر المطحون. بديل الترمس هنا يمكننا إضافة دقيق الحمص، بودرة الحمص. الحمص المطحون يتوفر جاهز، يباع في المحلات. ونقوم بخلط المكونات جيدا. نترك الخلطة لحوالي دقيقتين فقط، لأن الحمص أو الترمس يتشرب الحليب. ونوزع هذه الوصفة دائما على بشرة. يجب تنظيف البشرة كما ودائما أوصي من أي آثار عرق أو مكياج. ونترك هذه الخلطة لمدة ربع ساعة، وبعدها نقوم بشطفها بماء فاتر ثم الماء البارد لغلق المسامات. والترطيب دائما يكون حسب نوع بشرتك. نستخدم هذه الوصفة بشكل يومي إذا أردنا ظهور نتائج سريعة. يمكن استخدامها بشكل يومي إذا كانت عندك مناسبة أو كنت عروس ومقبلة على الزواج، لا مانع أبداً من استخدامها. دائماً هذه الوصفات توزع على كامل بشرة الوجه، بداية بالرقبة، ولا ننسى منطقة حول العيون. ذكرت أن هذه الوصفات تعالج وتزيل الخطوط الرفيعة والتجاعيد حول العيون وعلى الجبين وعلى الرقبة. آمنة للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 5 سنوات فما فوق، يمكن استخدامها وبكل أمان. صلاحيتها تدوم في الثلاجة كذلك لمدة 1 أسبوع كامل. بالنسبة لمن بشرتها تتحسس من الترمس أو بودرة الحمص، نحتاج هنا ملعقتان كبيرتان من حليب الأرز، ثم نضيف إليه هنا المكون الرائع والذي سبق وقمنا بتحضيره بالقناة، وهو الحنة البيضاء. يمكن الحصول عليها جاهزة من عند العطار، ولكن لا أنصح بها لأن بها مواد حافظة. الأفضل أن تحضر بالبيت وبمكونات طبيعية وهي متوفرة عند الجميع. الفيديو موجود في قناتي، والمكون هذا أو الحنة البيضاء هذا ممتازة جدا لتفتيح البشرة وفوائدها، كذلك ذكرتها بالفيديو، لا داعي للتكرار. نقوم بمزج المكونات جيدا، ثم دائما بنفس الطريقة نقوم بتوزيع هذه الوصفة على كامل بشرة الوجه. يمكن استخدامها بشكل يومي، لا مانع من ذلك إذا كنت عروس أو لديك مناسبة. آمنة للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 15 سنة فما فوق، يمكن استخدامها وبكل أمان. يمكن استعمال هذه الوصفة وحفظها في الثلاجة كذلك يدوم لمدة 1 أسبوع كامل. بالنسبة للوصفة الأخيرة هنا، إذا كانت كل هذه المكونات غير متوفرة أو لا تناسب نوع بشرتك، نأخذ ملعقة من حليب الأرز ونضيف عليه المكون الرائع، هو قشر البرتقال. قشر برتقال مجفف ومطحون. أظن أن الجميع قام بتجفيف قشور البرتقال وطحنها، لأن لنا بها وصفات كثيرة بالقناة ولها فوائد كثيرة للبشرة والجسم. ونقوم بمزج المكونات جيدا،
وتوزع على بشرة الوجه. هذا الماسك كذلك يعمل دور المقشر للبشرة ممتاز. إذا كانت بشرتك بها قشور بعدما يجف، قومي بفرك بشرتك جيدا فتزال القشور من على وجهك مباشرة. يمكنك استخدامه 3 مرات في الأسبوع كما ذكرت أول الفيديو عن كل هذه الوصفات، أو يمكنك استخدام هذه الوصفات بشكل يومي أو حتى مرتين في اليوم إذا كانت لديك مناسبة، مثلا بعد يومين أو 3 أيام فقط وتودين بظهور النتيجة كذلك تكون رائعة جدا. قلت من أول استعمال ستلاحظين نتيجة رائعة على بشرتك. ولكن بالنسبة للتجاعيد أنصح بمداومة وصفة الحمص، هي رائعة جدا للتجاعيد والخطوط الرفيعة حول العيون وكذلك على الجبين وعلى الرقبة، ويمكن كذلك استخدام هذه الوصفات على اليدين، آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. هي قلت كلها وصفات آمنة للحوامل والمرضعات والبنات، آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. بالنسبة للمتبقي من حليب الأرز، قلت يمكنك استخدامه كوصفة للشعر، ممتاز للشعر، كما ويمكن حفظه في المجمد في قوالب الثلج. لاستخدامه لهذه الوصفات لا يجب أن نرميه، يحفظ لمدة شهر إلى 3 أشهر ولن يفسد. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.